بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن المناسك أن لا نقرب ما يقربك، كما قلت لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم ما قلت يا ربنا، ونحن نشهد أن من خالف أوامرك ووقع في الزنا فبشره نبي الهدى عليه الصلاة والسلام بالفقر على كل في كل الأبعاد. فنشكرك على أن كنا غير معتمدين على صحيح الموبقين وصحيح بني سيريون الملعونين وصحيح الكرب الكرب الكرب. نسأل الله يا رب، نسألك يا رب أن تهدي بعض الكرب حتى يدخلوا في تحت شعار العرب من أولهم وآخرهم. عرب عرفوا قدرك فتقبلوا دعوة نبيك عليه الصلاة والسلام وفازوا، و أهدونا سيرة عطرة، سيرة الخارجين من الظلمات إلى النور بفضل القرآن ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام.